تركنا بلادنا لحكام أعظمهم أخرق، غفلنا أننا من هزم الروم والفرس. الساكت عن الحق شيطان أخرس. ربما لن يسمع هذا الصوت وهذه النبرة من جديد، وربما لن يعاود معتز مطر وزملاؤه الظهور من جديد، إلا إذا عادوا ليتحدثوا عن أخبار الفن والرياضة والمنوعات. ليس أن معتز وإخوانه اعتزلوا السياسة، وإنما جرت رياح الأتراك بما لا تشتهي سفن الإخوان. مصر وتركيا صفحة جديدة. قبل أشهر من الآن كان الحديث المتداول يتضمن استعراض كل من قوة مصر وتركيا العسكرية وعقد المقارنة بينهما، فالبلدان بحسب التحليلات آنذاك كانتا على حافة الحرب. ولكن منذ أيام بدأت أنقرة بمغازلة القاهرة، وأرسلت لها عبر البحر المتوسط ذاته الذي كاد يشعل الحرب بينهما رسائل المحبة والسلام، على أمل أن يلين قلب مصر التي التزمت الصمت بداية. ولكن كعادتهم الأتراك لا مجال عندهم للياس، واستمروا بتحريك رياح السلام تجاه القاهرة حتى وجدت آذانا صاغية لدى المصريين، وبدأ الكلام المعسول بين الطرفين على خلاف التراشق الإعلامي والسياسي الذي دام بين الطرفين لسنوات منذ العام 2013 واحتضان اسطنبول للمعارضة المصرية وتحديدا جماعة الإخوان. أما عن القربان الذي قدمته أنقرة للقاهرة، فعلى ما يبدو أنها جماعة الإخوان التي دأبت على مدار سنوات مهاجمة مصر ونظامها وجيشها عبر الأراضي التركية وفضائها، وهو ما دعا الأتراك لكتابة سطر جديد في الصفحة الجديدة مع مصر عبر إرسال تنويه للقنوات الإخوانية، التهدئة وإيقاف الانتقاد للنظام المصري والرئيس السيسي، وذلك بحسب ما تداول عاملون في هذه القنوات. وخرجت أمس برامج فنية وثقافية بثت عبر أثير قناة الشرق، فهل انقلبت تركيا على نفسها أم على الإخوان؟ بمراجعة سريعة للأحداث السياسية الأخيرة، مصالحة بين قطر والسعودية تضع حدا لسنوات من الخلاف، كذلك مصالحة في ليبيا أخمدت نيران الحرب الأهلية، وفي كل هذه المصالحات كانت أنقرة طرفاً فيها حين كانت خلافات، فمن المتوقع أن تصبح أيضاً طرفاً بالمصالحة. يضاف إلى ذلك قدوم إدارة أمريكية جديدة لا تكن الود الكثير لأردوغان، وبالتالي توقعات بتأزم الوضع أكثر بين تركيا وجيرانها الأوروبيين، وربما تبحث أنقرة عن شريك ينتمي لنفس الدين لمناصرتها في أزمة المتوسط، حيث الغاز الذي تتعطش له تركيا، سيما بعد أن أصبح نفط ليبيا وغازها أبعد عن أنقرة عقب المصالحة الليبية والحكومة الجديدة التي قد تلغي امتيازات الأتراك التي تحصلوا عليها من الحكومة السابقة منقوصة الشرعية. ليست هذه الأسباب فقط، فتركيا أيضا تعاني داخليا بحكم الضربات المتوالية التي تلقاها اقتصادها نتيجة تراجع العملة وجائحة كورونا وخلافات أنقرة المتشعبة، وأيضا المقاطعة العربية وتحديدا الخليجية المصرية للبضائع والسلع التركية، ربما آتت أكلها، وليس من مصلحة النظام التركي استمرارها. كما أن أردوغان بات محاصرا أكثر من جيرانه، وفقدت بلاده الفضاء الذي يصلها بالعالم، وبات من الضروري لها أن تعيد التمدد نحو محيطها العربي، والذي تشكل مصر رفقة الخليج مفتاحه الرئيس. كل هذه الأسباب يراها كثيرون كافية لجعل أنقرة تعيد حسابات خلافاتها مع مصر والعرب، حتى لو كانت ضحية جماعة الإخوان التي باتت محجمة مؤخرا في تركيا، سيما بعد تسريبات صحفية أفادت أن الجماعات دعمت حزب السعادة المعارض للرئيس أردوغان. وحزب السعادة هو حزب ينتمي للتيار الإسلامي المعارض في تركيا، وهو أقرب فكريا للإخوان من حزب العدالة والتنمية،
ما يعني أن الإطاحة بالجماعة لكسب ود المصريين والعرب بالنسبة لتركيا المعروفة بسياستها البراغماتية أمر عادي، فقد بات معلوما للجميع كيف تسير الدبلوماسية التركية. فأنقرة التي رفعت شعار القدس وفلسطين لا تخجل من إظهار قوة علاقاتها مع إسرائيل، كذلك في علاقتها أيام الثورة السورية مع روسيا وإيران. فمن ناحية نصبت نفسها راعية للثورة، ومن ناحية أخرى شكلت حلفا قويا مع موسكو وطهران اللتان أجهضتا ثورة السوريين. فهكذا هي تركيا، لا تعرف لغة إلا مصالحها كما يرى كثيرون، ولا يهمها سوى تأمين اقتصادها وقوت شعبها ولو على حساب الجميع.